هاي، معكم رونا من شبيبة صناع الرأي. خلينا نشوف شو هي latest news لهذا الأسبوع. الخبر الأول لهذا الأسبوع هو وزير التربية وامتحانات لإفادات. أكد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أنه نحن عم نعيش كل الأزمات والهواجس اللي عم بيعاني منها تلاميذ الجنوب، بس نحن أمام استحقاق تربوي بيفرض إجراء الامتحانات الرسمية بموعدها. ب 24 حزيران التعليم المعني، ب 29 منبلش امتحانات الثانوية العامة بفروعها الأربعة. وأضاف الوزير أن الهاجس الأكبر هو الحفاظ على قيمة الشهادة الثانوية، ولهيك حط خطة الطوارئ. بالخبر الثاني، عين مجلس إدارة تحالف جسور اليونسكو العالمي دكتورة دارينا صليبة أبو شديد عضو بمجلس إدارته المكون من شخصيات ثقافية عالمية، تقديراً لثقافتها والمعرفة والخبرة بمعالجة الشؤون الإنسانية والاجتماعية، بالإضافة لروح القيادة اللي تميزت فيها، مما شكل قيمة مضافة لتحالف جسور اليونسكو العالم. And to identify the means of crossing into a new world that safeguards the human. أما الخبر الثالث هو تقرير البنك الدولي اللي بالجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء وزد عليهم بعنوان الأثر الاقتصادي والاجتماعي للصراع السوري على لبنان. وفي بقدر البنك الدولي أنه النمو الاقتصادي بلبنان بالفترة اللي بتتراوح بين 2011 و2017 كلف لبنان نحو 31 مليار دولار، بمعنى لو ما كان في ناسحين سوريين بلبنان لكان الاقتصاد نما بمعدل يتراوح بين 2% و3% سنوياً بهيدا الفترة. رابعاً، صدر عن الأعضاء المستقلين من مجلس إدارة المعهد العالي للموسيقى الكونسيرفاتوار البيان اللي بأكد تحمير وزير الثقافة المسؤولية بسبب تعيينه الأستاذة هبة قواس برئاسة مجلس الإدارة. لبنان من عتبي لأنني تهني. طالب الأعضاء المستقلين وزير الثقافة باتخاذ القرارات المناسبة خصوصاً بعد التصرفات الأحادية والسياسة المالية الغير شفافة اللي كانت عم تعتمدها واللي حتسبب بانهيار هيدا المؤسسة. رح نتوقف بخبرنا الأخير اللي انتشر بشكل كتير كبير بجريمة مروعة حصلت بمنطقة الدورة، بحيث أقدم عسكري بالجيش اللبناني بإطلاق النار على رأس زوجته مما أدى لمقتلها وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية. للأسف هيك بيكون عم يستمر مسلسل القتل والجريمة بلبنان. وهول كانوا أبرز الأخبار. See you next week. Bye.